الغرض الآخر أن هذه القصائد، هذه الردات حسب التعبير، تسجل التاريخ بلسان الشعر، والشعر أسرع حفظا من النثر. بالتالي هذه القصائد تسجل مثلا بالنسبة إلى كربلاء خروج الحسين من المدينة، ذهاب إلى مكة، وصول إلى كربلاء، بطولات الأصحاب، توجهات الإمام الحسين، فتأرخ بعض الحوادث. تأريخ الحوادث بالشعر مما يجعلها باقية وثابتة نظرا لإمكانية حفظ الشعر أكثر من النثر. أجيب لك مثال. العلامة الأميني شيخ عبد الحسين الأميني النجفي رضوان الله تعالى عليه، صاحب كتاب الغدير، طبعا عنده كتب أخرى كثيرة ولكن أشهرها كتاب الغدير. كتاب الغدير أنا كنت أتمنى لو أن بعض أهل العلم أو المثقفين يلخص فكرته في مجلد واحد، لأن 13 مجلد أو 12 مجلد، لا سيما في هذه الأزمنة بالنسبة إلى الشباب والشابات، يصعب عليهم وعليهن متابعة مجلدات بهالمقدار. لكن هو إلى فكرة معينة، من الممكن إذا كان الشخص قادر أن يلخص فكرة الكتاب، وإذا واحد أراد التفصيل يرجع إلى الأصل. هذا الكتاب غير تتبع موضوع الغدير، واقعة الغدير، وتولية الإمام أمير المؤمنين من قبل رسول الله المصطفى لذكره صلوا عليه، تتبع العلامة الأميني الرواة والروايات التي وردت بشأنه وأنهاها إلى مرتبة التواتر، يعني مو خبر واحد ولا مستفيض وإنما متواتر بل فوق التواتر. إجا من طريق ثاني أيضا وهو مهم، قال هذه القضية، قضية الغدير، قضية وصاية النبي لعلي عليه السلام، الشعراء تحدثوا فيها، فراح اتبع قصائد الشعر من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، من اللي قيلت في الواقعة كما هو معروف عن حسان ابن ثابت يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالنبي منادية، راح وقال هذه كلمة الغدير تشير إلى الواقع. أكو قضايا مثل الوصي والوصاية تشير إلى الواقع، قضايا مثل والي من والاه تشير إلى الواقع، وقد تحدث عنها الشعراء من زمان رسول الله إلى الأزمنة المختلفة المتأخرة، مئات الشعراء تحدثوا عن هذا. من المستحيل أن يتحدث مئات الشعراء، بعضهم ممن عاصر الواقع، وبعضهم ممن هو قريب منها، وبعضهم ممن تأخر عنها، ثم تكون كل القضية قضية كاذبة وغير موجودة، مستحيل هذا. فاستفاد من توثيق الشعر للقضية إلى إثباتها تاريخيا. لاحظ شلون؟ أيضا لما نجي هذه القصائد، هذه الردات تؤرخ قضية كربلاء وما جرى فيها، فتوثق لنا الحادثة أو بعض وقائعها.